ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحه وفي احسن حال. النهارده يوم جديد، يوم سعيد علينا وعليكم في جو روسيا المجنون. احنا في حطه المترو، طبعا المترو جاي اهو هنركبه، وهكمل كلامي معاكم وخليكم معايا ان شاء الله باذن الله. حقيقه هتتفرجوا على الحاجات هتعجبكم جدا. طبعا يا جماعه، انا لما بعمل الفلوجات بتاعتي انا عمري ما حاربت حد بياكل عيش. بقول للناس كلوا عيش براحتكم، ولكن ما تنصبوش وتضحكوا على الناس. الناس اللي بتعمل دعوات، الناس اللي هي بتعمل تحويلات، خلي بالكم من الكلام. كل في ملفات كتيرة جدا يا جماعة. القصة مش ان انت المشاكل اللي هتقابلك في مصر بس، لا، او في دولة عربية بس، لا، في مشاكل هنا كتيرة جدا هتقابلك، وخصوصا ان انت هتكون جاي ما انتش عارف حاجة، وايه والمندوب اللي هيقابلك ولا مش عارف ايه اللي هيقابلك هو اللي هيشكلك، لان ايه، انت متبقاش عارف حاجة، ويقعد يبتزك وبيقعد ياخد منك فلوس كتيرة بدون وجه حق. طبعا انا ما بحاربش حد باكل عيش بشرف، انا بحارب النصاب والمحتال في الانترنت. اي حد يزعل من كلامي يزعل، اي حد شايف من الناس اللي انا بتكلم عليهم دول شايف في نفسه الصفات دي، يحاول ان هو ايه يطور روحه ويطور نفسه، ويحاول يتراجع عن ايه، عن المواضيع اللي هو بيعملها. الحياة مش كده. كل عيش بس ما تفتريش على الناس، ما تضحكش على الناس. للأسف الشديد، حابب برضه اتكلم في حاجة بسيطة. للأسف الشديد الجامعات هي اللي عملت كده، لان انت اصلا لما بتيجي تراسل جامعة على السايت بتاعهم، هم غالبا ما بيردوش عليك ولا بيبعتولك ايه دعوة، للأسف بيسيبوك للمكاتب تبتزك وتستغلك. حاجات كتيرة قوي. ويمكن صديقي رامي وصديقي عصام بيتكلموا في نفس المواضيع. انا احب ان انتوا تشتركوا في قنواتهم، صراحة هم من ناس محترمين جدا. حتى رامي ايه امبارح عمل فلوج ضحكني وهلكني من الضحك، بيقول ان انا ما بدقش كفته. الحمد لله ان انت بتدقش كفته يا رامي، انت استاذنا. طبعا رامي ده اعز صديق ليا، هو وعصام هنا في اوكرانيا. انا مصاحبش عرب خالص 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 في اوكرانيا، ما بثقش في اي بني ادم. الحمد لله رب العالمين. ليه؟ بريح دماغي. وانت كمان لما تيجي هنا ريح دماغك، زي معاك زمايلك في الشغل، معاك زمايلك في الجامعة، معاك زمايلك في السكن، في مش عارف ايه الكلام ده كله. خلي علاقتك بيهم علاقة ايه، سطحية، من على القشرة، قشرة البيضة. ليه؟ لان كل ما بتتعمق مع الثقافات الاخرى وخصوصا العرب، بيحصل لك مشاكل كتيرة جدا 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 انت في غنى عنها، وانت ايه لسه ايه عودك اخضر لسه في اوكرانيا وما تعرفش حد. لان احنا كعرب للاسف الشديد فاهمين منظومه الحريه غلط، فاهمين امور كتيره غلط. فريح دماغك وما تعملش مع الناس دي، وخليكم معايا هكمل معاكم ان شاء الله. خرجنا بره في الشارع، ويا رب ايه المناظر دي تعجبكم. موسكو يا جماعه مدينه نظيفه جدا جدا جدا. انا النهارده مش عارف الفلوج ده اللي انا بعمله دلوقتي هنزله بكره، ولا هنزله لما اكون في اوكرانيا زي ما قلت لكم. انا بصراحه بحاول اعمل لكم اي حاجه بتسعدكم وتبسطكم، وبتفسح وبفسحكم معايا. اوعى تفتكر ان انت ماشي في طريق خير وبتلاقي تعابين فانت تخاف. عمرك ما تخاف، جمد قلبك وخليه على الله، واللي يعرف يعمل حاجه معاك يعملها ان شاء الله باذن الله ربنا ينصرك. ناس كتير اصحابي بتكلمني بتقول لي احنا معاك في طريقك، انت ماشي في طريق صح، وانت ما انتش غلط، انت بتحارب الشر، وان شاء الله هتنتصر باذن الله، وربنا يوفق الجميع. احب اسيب رساله بس للجربوع او الصعلوق او اراجوز القناه او الاراجوزات بصفه عامه. الحمد لله رب العالمين. لو انت بتتكلم على الناس اللي بتصور بعض من غير ما تستأذن حضرتك، يبقى اليوتيوبر كلها اللي في القنوات اليوتيوب تقفل وتروح بيوتهم. حضرتك تقدر تقدم شكوى في اليوتيوب، وتقدر تعمل اي حاجة،
وريني ايه حروق النشر والطبع اللي انت ايه عاوز تعملها. ده ماكدونالدز يا جماعه، ان شاء الله احنا معزومين على الغدا. انا مش طبعا. دخلنا المطعم وهنشوف هناكل ايه. انا بصراحه مش هتغدى هنا لان انا ما باكلش في مطاعم خالص. اياك تشوف طبعا ايه هنشوف هناكل ايه. انا بصراحة ما عاوزين نقعد في الاول هنا، انا عاوز اقعد بره خالص. بس ايه نشوف. انا عاوز اشرب بيبس بس كفاية. خليكم معايا. خرجنا الشارع هنشوف نقعد في مكان ايه ضلة. ده يا خدشوز ديس. هنقعد هنا مفيش شمس. وهنكمل ايه معاكم يا جماعة. طبعا انا ايه يعني مش عاوز ايه اطول عليكم. دول مش روس بصراحة. كاس العالم دول بيتكلموا انجليزي. كاس العالم خلى روسيا جالها ناس من كل انحاء العالم. طبعا الناس جاية تحيي منتخباتها. ده البيبسي بتاعي، ده الحاجات التانية، البطاطس واكل الدكتورة ناتاشا. ان شاء الله باذن الله مكمل معاكم يا جماعة ودايما في طريقي ان شاء الله باذن الله. وايه وخليكم معايا لان انا هتكلم في ايه في امور كتيرة تخص ايه حياتكم، تخص في مستقبلكم. يا رب اكون اللي انا بعمله ده بيعجبكم. بصوا الحمام يا جماعة بياكل ولا اي حاجة، عادي والناس عاد معدية وتحت رجلي اهون. ولكن ايه الامور بتبقى ايه دايما ايه مبسطة خالص. دي من الحاجات اللي بتعجبني جدا في الدول دي، ان كل حاجة فيها امنة، كل حاجة فيها ما عندهاش خوف. يبقى البني ادم هيخاف. خليكم معايا ومكمل معاكم ان شاء الله باذن الله. رجعت تاني معاكم ان شاء الله في الجولة بتاعتنا النهاردة، واحنا في الساحة الحمراء ان شاء الله باذن الله. هفرجكم على حاجات جميلة جدا هتعجبكم، بتتفرجوا عليها احيانا في اليوتيوب، ممكن يكون حد بيصور الحاجات دي اكيد طبعا. ولكن انا يعني بعمل وبحاول ان انا اعمل حاجة ترضيكم وحاجة تليق بمقامكم. ان شاء الله باذن الله في حاجات كتيرة جدا ومواضيع كتيرة وكبيرة جدا هنتكلم فيها. ان شاء الله انا مكمل في طريقي. ان شاء الله باذن الله في حاجات جاية حلوة وهتعجبكم وهتفيدكم، عشان تقدروا ان انتم تبقوا عارفين الدنيا ماشية ازاي في اوكرانيا. ان شاء الله باذن الله لما ارجع اوكرانيا ربنا ييسر الحال ان شاء الله، واحاول اعمل حاجات كويسه جديده ونتكلم في مواضيع كتيره جدا ان شاء الله باذن الله. في بجمع مجموعه من الناس ان شاء الله باذن الله هتقول بالصوت والصوره ان شاء الله باذن الله المواقف اللي حصلت معاهم من نصابين حاولوا ينصبوا عليهم مش عارف ايه بتاع الحاجات دي كلها. بتصوروا سعادتي والله العظيم لما حد بيتصل بيا وبيقول لي انا كنت فعلا هيتنصب عليا، واتفرجت يعني اتفرجت على الفلوج بتاعك وسبحان الله تراجعت. يعني من ضمنهم اخ مصري والله العظيم، هو ممكن يكون سامعني دلوقتي، بيقول لي والله العظيم انا فعلا دفعت عربون دراسة لمكتب في مصر، وبعد ما دفعت العربون بيوم قدرا كده بألف في اليوتيوب لقيت قناتك، سمعت الفلوجات بتاعتك، فضلت اركز في القناة. اقسم بالله العظيم تاني يوم بيقول لي رحت خدت العربون من الناس. طبعا ما كانوش عاوزين يدوله الفلوس بحجة ان هم بدأوا يشتغلوا في الورق ومش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا الراجل ده انا معرفوش والله، ولا عمري قابلته ولا حتى اعرف صورته، ولكن لقيته بيكلمني وبيشكرني جدا 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 وبيقول لي ربنا يبارك فيك وقول لي ايه الطريق اللي انا اقدر اسلكه بعيد عن الناس دي. في طرق كتيرة ان شاء الله باذن الله هنتكلم فيها، وان شاء الله هتبقى ضربة قوية لكل واحد بيحتال على حد في الانترنت. اوعى تفتكر ان انت ممكن تعلى تعلى تعلى
وانت شغال في الـ في الـ في طرق مشبوهة، شغال بطرق مشبوهة. اوعى تفتكر ان انت علوك في السما ده خلاص انت امتلكت الدنيا. كان قبلك فرعون وكان بيقول ان الناس انا ربكم الاعلى. طبعا دي امثلة في حياتنا، سواء ان انت كنت مسلم او مسيحي او ما بتعبدش حاجة خالص، كتير قوي من الناس. انا ايه ماليش علاقة بالعقائد ولا الاديان، انا بتكلم في امور تخص كل الناس. كل الناس بتتعظ منها سواء كان بيعبد ربنا او ما بيعبدش، دي حاجة بتاعته، ولكن انا بقول كلمة حق تسري على كل الناس. ان شاء الله باذن الله مكمل، وان شاء الله باذن الله مش هتراجع، ودايما هقولها وبقولها وبقولها في وش عين اي بني ادم. الحمد لله رب العالمين، ما بنخافش الا من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بس اللي بنخاف منه، اما باقي البشر دول ولا اي حاجة. العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. دايما هقولها، ويا ريتك تتعظها، ويا ريتك تفهمها ان اللي قدامك ده مش قليل. يا ريتك تفهم حجمك. لو انت مفكر ان انت هتبقى زي فرعون وتقول للناس انا ربكم الاعلى وهتكلمهم من فوق الهرم، انسى الكلام ده، مش هيمشي معانا ان شاء الله باذن الله. تكون وصلت رسالتي يا جماعة لكل واحد بيحاول ان هو يظلم اي حد. اوعى تفتكر الظلم نهايته الجنة، الظلم دايما نهايته جهنم والعياذ بالله. تتعظ او ما تتعظ دي بتاعتك، ده موضوعك، دي قصتك. دول يا جماعة مشجعين، ده معرفش بيشجع البرازيل اهو لابس نمرة 10. طبعا الامور دي كلها تحطها حلقة في ودانك. القناة بتاعتي قناة لتوعية الناس في كل العالم، مش في مصر بس. انا مصري بس بوعي كل الناس اللي في الوطن العربي. انا عاوزك تبقى انت كويس، انت اللي بتسمعني، وعاوزك محدش يضحك عليك، ومحدش يديلك على قفاك، ومحدش ينصب عليك. عندي تدفع بمزاجك وبإرادتك احسن ما حد يضحك عليك ويستهلفك ويستهيفك. دي كانت رسالتي النهاردة، ويا رب ايه اكون ايه بقدم لكم حاجة بتسعدكم. وخليكم معايا ان شاء الله باذن الله، انا مكمل ان شاء الله باذن الله. ما عنديش اي مشاكل، ما عنديش اي حاجة اخاف منها، الحمد لله رب العالمين. معليش راسي معلهاش بطحة، الحمد لله رب العالمين. انا موجود في اوكرانيا، اللي يقدر يعمل معايا حاجة يوريني ان كان هو ذكر ولا مش ذكر. اللي يقدر يعمل معايا حاجة اهلا وسهلا. اللي عاوز يبعد عن طريقي ويحاول ان هو يغير من تفكيره ويغير من اسلوبه، دي حاجة ليه هو مش ليا انا. انا بوعي الناس، ما بحاربش اشخاص، ولكن زي ما قلت المثل اللي دايما بقوله، مش هقوله تاني عشان ما تزهقوش منه، اعمل اللي عليك والباقي اللي ايه على ربنا. ما تخافش من بني ادم، البني ادم ده ولا حاجه ولا يقدر يعمل لك اي حاجه. الحمد لله رب العالمين، حياتنا تمام التمام، وما عندناش اي مشاكل. الناس اللي بتتكلم بتقول انت بتدرس، انت بتشتغل، انت مش عارف ايه، انا ما بشتغلش وما بدرس، قاعد كده قاعد لكم. لو جيت ناحية قناتي هتلاقي حد هيقرصك في عينك وهيطلع روحك. فايه خليك في حالك وفي نفسك، اوعى تيجي ناحيتي. كل الناس اللي بتخش في القناة بتتكلم عارفهم، اقسم بالله العظيم. كل الناس اللي هي بتحاول تعمل دعاية في القناة بتاعتي والله العظيم عارفهم. خليك في حالك، وخليك في ايه في اللي انت ماشي فيه، دي حياتك، انا ماليش علاقة بيها. دي خط سيرك وطريقك، انت حر في نفسك، دي حياتك زي ما قلت لك. خليك دايما تتكلم في الحق، اوعى تتراجع، اوعى حد يهتك او حد ايه يهددك، ماشي. الاقنعة بدأت تسقط زي ما قلت لكم. الحمد لله رب العالمين، انا بلعبهم زي العرايس وحياة ربنا. انا اكتشفت ان الناس اللي انتوا بينصبوا على بعض الناس منكم، اقسم بالله العظيم قمة في الغباء،
قمة في الغباء، قسما بالله العظيم أغبية، والله العظيم أغبية. أنا مستغرب دول إزاي محتلين ونصابين، والله العظيم. أنا بقعد أتفرج على الناس اللي هي احتالت على 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 أعظم الدول، في على بنوك، على مش عارف إيه، على الحاجات دي كلها، بستغرب إن الناس دي أغبية للدرجة دي. عاوز تعرف الذكي تعرفه من تصرفاته، من كلامه. الحمد لله رب العالمين، أنا بكبر وسعيد جدا ان انا بكبر، عشان ربنا بيسترها معايا، عشان انا والله ما بظلمش حد، بالعكس انا ايه دايما بقول كلمة حق، وربنا ان شاء الله باذن الله يسترها مع الجميع. طبعا الفلوج النهاردة يا رب يكون عجبكم، ويا رب يكون عجبكم التصوير، وصباحكم ورد وعسل، واتمنى لكم مشاهدة رائعة، واشوفكم في فلوج جديد، وهعمل حاجة تاني ان شاء